غير التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند الاستاذ التومي بن فرحات، ناخذ من عنده اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. استاذ اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بجميع مستمعيك. كما نعرفوا الناس الكل استاذ، الجامعه كل يوم بشكل يومي تهبط جرد وتفاصيل بيع الانخراطات بالاسماء نتاع الناس المنخرطين. اكتشفنا البارح او صارت حتى بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل احباء نادي الفريق، اكتشفوا انه عمليه شراء الانخراطات من قبل مجموعه تحمل نفس تسمع فيه استاذ؟ اي تو سيبو. مجموعه تحمل نفس اللقب في نفس التوقيت في رابط تونس. نحب نعرف ما عندك، فما شبهه نتاع غش، فما شبهه نتاع شراء من قبل شخص معين، ولا كيفاش بالضبط؟ هو على ما يبدو معناها على اثر معناها النشر تاع البارح للقائمه اللي نتاع اللي قاموا بالانخراط، تم التفتن معناها انه فما لقب متعاود برشا مرات في نفس المكان، وانه قرابه 60 انخراط تتبوا في نفس الوقت معناها بمقتضى تصريح الشرف. والاشكال تطرح انه معناها تم الاعتماد على اليه تصريح الشرف باعتبار انه باش تنخرط في الشروط هي تكون عندك انخراط سابق يا اشتراك سابق يا اشتراك سابق، واذا ما عندكش هذوما الزوز يمكن الفصل التاسع من انه التصريح على الشرف من منخرطين اثنين سابقين هو اللي معناها يمكن من الانخراط. دونك الاليه هذه تم اعتمادها بكثافه البارح، اليه التصريح على الشرف. دونك هو باش نوضحوا في نفس المكان أستاذ. في نفس النقطه تسمع فيه أستاذ. في تونس بعثت هي شبهه باش ما نتجاوزوش معناها باش ما هذا الى حد الان لا تتجاوز ان تكون شبهه على خاطر معرفتنا يكون بالمكان هذاك باش ما نظلموش الناس. قلنا شبهه راه اللقب هذا موجود بكثافه كبيره برشا في منطقه معينه تسمع فيها استاذ ولا مش لقب واحد. انا زدت ثبت فما ثلاثة القاب متعاوده، فما ثلاثة القاب متعاوده هي فما شبهه. احنا انا حسب رايي وهذا اللي كتبته البارح في احدى الصفحات، حسب رايي يكون التعامل تعامل قانوني دون المس من اعراض الناس، خاطر هذه مسائل خطيره وتؤدي ساعات الى مسائل ما اكبر. عندنا زوز اليات قانونيه معناها تقديم طعون لدى الهيئه المستقله للانتخابات في الاجيال التي ستفتح معناها نهار 11 لمده 48 ساعه. شكون اللي قدمها طعون؟ اجيال تقديم طعون. شكون اللي قدمها؟ وعندنا يقدمها اي واحد يرى من نفس المصلحه معناها منخرط او قائمه معينه مترشحه معناها اي واحد عنده السيفه والمصلحه اللي هو باش يكون منخرط واللي يحب يدافع على شرف معناها الانتخابات، ان خاطر احنا عملنا كل شيء من اجل ان تكون الانتخابات اكثر ما يمكن نزيهه وشفافه باعتبار انه راي الحوادث هذه سابقا موجود، رغم ان لن ندعي انها اول مره تصير سواء في النادي الافريقي ولا في اي انتخابات على جمعيه اخرى. وعلى ذيك معناها يكون كانت عندي دعوه انه يلزم يقع التكثيف من الانخراط، على خاطر كل مكان العدد كبير طبعا منخرطين، العدد هذا يكون كبير من منخرطين شرفاء منخرطين يحبوا جمعيه النادي الافريقي، كل مكان شراء الذمم غير مؤثر على العمليه الانتخابيه. راموش معناها شراء الزمام دائما سيكون موجود. دونك ولذلك انا نقترح كاقتراح ثاني معناها نشوف مع بعض المحامين ونتناولوا المساله، انه يتم التشكي جزائيا في شبهه تزوير. واذا ثبت انه فما تلاعب تصريح الشرف راهو معناها كانك معناها مشيت عملتك الامضاء تعريف بالامضاء، دونك انت تصرح انك التصريحات اللي عملتها مش صحيحه. اذا كان فما اي تلاعب وكانت هذيك تحت طلب من احد الاطراف ففما لنا شبهه كبيره نتاع جنايه، وهذا يتعاقب عليها جزائيا. حتى جزائيا معناها مش كان في الانتخابات ولا حتى جزائيا بالطبيعه تشكي جزائي، باش كل واحد ما عادش معناها تسول له نفسه انه يتلاعب بالاصوات الانتخابيه، على خاطر شفناها الكارثه هذه صارت في الانتخابات اللي فاتت، فما شبهه واضحه والناس كل وانا محيطين بمحيط النادي الافريقي وفما حتى شكون اعترف معناها باللي هو جاب وشرى اصوات معناها وقتها الانتخابات اللي فاتت. انتخابات 2018 وحتى في الانتخابات تاع 2012 كان فما شبهه كبيره برشا نتاع شراء اصوات، معناها ما لازمش تكرر هذه ولازم نكفوا الناس كل مره هذه. انا فرحان برشا بالمعناها يمكن نسميها تركيمين المجتمع المدني الرياضي في النادي الافريقي اللي المره هذه ما فوتش عليهم، معناها مرة هذه فما شبهة تم معناها تداولها بكثافة كبيرة برشا في ال 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 معناها في المواقع تاع النادي الافريقي في عدة مواقع،
باش يلزم يقف النزيف هذا ويلزم العباد على الاقل تعرف على شنو مقدمه. اللي اقدم على شيء هذا يتحمل مسؤوليته جزائيا وفي الطعون. راه باش ما تخافش العباد يا اسلام في الطعون راه لا تؤجل الجلسه، ما عندهاش تاثير على الجلسه. راه الطعون تؤدي الى سحب تلك الاسماء اذا ثبت ان الاسماء هذه لا تتوفر فيها الشروط. مثلا انا بعثوا لي من بعض الاطراف اذا ثبت انا حاش نتحرك الامور هذا انه معناها مصورين بقمصان لفريق اخر بالضبط. تعرف توا وقت الفيسبوك ووقت الانترنت ما عادش تخبى حد شيء، معناها العباد دخلت حتى كتبت الاسامي نتاعهم وقاوم قاوم خلينا نقولوا لابسين مذاول الترجي، معناها حتى نقولوا احباب من الترجي وهذا عنده معناها علاقه معناها محبين لجمعيه اخرى. دونك هنا الشبهه هذه واضحه كانت تؤدي مش لإسقاط تلك الأسماء فقط وإنما تؤدي إلى إسقاط الأسماء اللي صرح بها نفس الأشخاص. معنى الأشخاص هذوما اللي قاموا بالتصريح على الشرف راهو ما فيهم الخطأ، خاطرهم مخرطين سابقين توفر فيهم الشروط السابقة وهم اللي مشاو يشروا في الذمم. معنى الخطورة اللي أخطر هما العباد هذه، خاطر العباد هذه هي المتفرقة وهي اللي عندها مشروع كامل اللي باش تشري الذمم وباش أحد معنى المترشحين هو اللي يربح بطرق ملتوية. أنا أزيد أن نرجع للنقطة اللي حبيت نوضحها، راهو الطعون لا تؤثر البتة في العملية في المسار الانتخابي، هي فقط تؤدي أنه العبيد هذه تتسحب من القائمة النهائية للمنتخبين وللمنخرطين والكروم يتبدل. فعول كانوا مثلا عندنا منش عارف خطر حسب يمكن توقعاتي أنا راهو الغاية نتاعهم مش أنهم باش يحضروا في الجلسة، الغاية نتاعهم يمكن هي التأثير على معناها النسب القانوني للجلسة وأن ما تحدثش الجلسة المرة الأولى باش تأجل الانتخابات أي خطر الكروم نفترضوا جدلا أنه عندنا 200 شي يغيبوا ومعناها من هذوما ويكون عندنا مثلا 1000 منخرط وشي يغيبوا 400 واحد أخير وما عندناش الكروم في الجلسة الأولى يلقى تأخيرها إلى موعد لاحق. دونك الخطورة هي الوحيدة موجودة فهم لكن لا تؤثر على المسار الانتخابي برمته. حكيت لي على الطعون، صار طعون ولا ما زالوا؟ لا ما زال فما تفتح الاجال لمده 48 ساعه أوكي. من بعد نشر القائمه النهائيه، خاطر هو تو مازال ما نعرفوش اللجنه المستقله للانتخابات الفاقه اعلامها. احنا معناها فاقه مجرد اعلام المره هذه للجنه المستقله للانتخابات باش ترد بالها باش تكون على علم بالتجاوز هذا اذا قبلت اذا اسقطتها بنفسها. في الحاله هذيك هما عندهم الحق في الطعن، اذا لم تسقطها معناها اي واحد يشوف نفسه مصلحه ويكون عنده صفه منخرط والا قائمه تقدم نفسها راهي عندها الحق في ظرف 48 ساعه من نشر القائمه هذه في الطعن في اي اسم يروح فيه اشكال. اتصلت بالانديه الانتخابات احمد كوندالا ولا كيف استاذ؟ نعرفك عندك تواصل كبير معه. هو حقق الحق اليوم مازلت ما اتصلتش بحول الله. معناها دي سي انديميور معناها واحد نتصل بالقائمه الهيئه المستقله للانتخابات باش نقدموا لهم جميع الدلائل الاوليه. هي ترى ما نحبوش نظلموا العباد، راهو خاطر فما اون كونتر بارتي اللي بعثوا لنا العباد هذوما كليبسيه وشاركوا في الانتخابات باش نكونوا واضحين ونكونوا عندنا نوع من الشفافيه. راهو معناها المساله هذه ماناش احنا باش نحكموا فيها. اي واحد يتم اتهامه من حقنا باش نطعنوا، واي واحد يتم اتهامه راهو عنده حتى هو القدرة باش يبين اللي هو معناها محب لنادي الفريق واللي هو مشى بإرادته، خصوصا انه كانت عنده الرغبة والإرادة في التوجه إلى معناها اللجنة المستقلة للانتخابات لتسجيل اسمه الانخراط. هو باش نوضح لك انت استاذ وحتى الساده المستمعين، اتصلت الصباح بالسيد احمد كوندرا رئيس لجنة الانتخابات قال لي وصلوا حتى فما خروقات حتى من نوع اخر، معناها قال لي قاعدين باش يجتمعوا للجنة تاع الانتخابات وممكن يطيحوا حتى برشا من الانخراطات ما يقبلوهمش، معناها فما برشا من نوع اخر. تعرف بالارقام هي تصير العمليه، فما برشا ارقام الواحد من شخص معين، معناها فما حاجات من نوع هذا قاعده تصير واكيد باش يهبطوا بلاغ هو انا بمعرفتي بالاشخاص الهيئه المستقله للانتخابات متاكد من القدره نتاعهم على الاحاطه بالامور هذه. معناها هو انا اتصلت سابقا انه فما خروقات سابقه لكن ما كانتش بالقوه هذه نتاع البارح. اللي متاكدين منه انه انا توقعي ان الهيئه بنفسها تنظر مليح في كل ما هو متعلق بالتصريح على بالتصريح على الشرف. معناها التصريح هذه خاطر تكون من بعض الاشخاص وتكون كثافه من نفس الاشخاص راهي فيها شبهه جائزه، نعتبرها احنا شبهه جائزه
تتعامل معها. كان الهيئة المستقلة الانتخابات تغافلت على أي اسم احنا نشوفه فيه شبه، راهو احنا اللي شكومه بالواجب هذاك والطعن والمناء، ونقدموا مؤيداتنا ومناء والأسانيد القانونية اللي نعتمدها في الطعن هذا. تيك صحة أستاذ، شكرا أستاذ توم بلحظة شكرا على كل التفاصيل. دونك موزيكا بعد باش يكون معنا سامي المقدمي، مازال نحكيو على الموضوع هذا، موضوع الانخراطات. نعرفوا الجامعة كانت عينت سامي المقدمي باش يكون هو مراقب للانتخابات هذه، باش نعرفوا موقع